بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم. أعلن مفتي الجمهورية وأعلن دار الإفتاء بالأمس أن يوم 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن 10 من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بعد استطلاع الرؤية في مساء يوم 29 من رمضان، وبذلك سيكون رمضان 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم 4 الموافق 10 من إبريل. عاد الله علينا وعليكم هذا العيد باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صيام وقيام شهر رمضان، وأن هذه الأيام التي عشناها في شهر رمضان المبارك أيام عظيمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الشهر من عتقائه من النار ومن المقبولين في جنة النعيم، نحن وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، آمين بإذن الله تبارك وتعالى. وقناة خبرنا اليوم إذ تهنئكم وتهنئ الشعب المصري وتهنئ شعوب المسلمين في كل مكان، تتمنى لكم عيدا سعيدا، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وندعو الله تبارك وتعالى أن يخفف عن المستضعفين من المسلمين في شتى أنحاء الأرض، وأن يرفع عن كاهلي شعب فلسطين في غزة هذا العناء، وأن ينصرهم الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. كل عام وأنتم بخير لهذه المناسبة المباركة، ونرجو منكم التفضل علينا بالاشتراك في قناتنا إن لم تكن من المشتركين، وأن تعمل اللايك وأن تفعل الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد، وأن تعمل مشاركة لهذا الفيديو حتى يصل للجميع. بإذن الله لنا لقاءات أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.